الشيخ عصام، يعني نبدأ في نماذج للرأي والرواية مع فضيلة الشيخ محمد الغزالي، بيتكلم في هذا الباب عن صحة الحديث الصحيح، شروط الحديث الصحيح. هناك جدال كبير، هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد. فالشيخ الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، في الفصل الأول منه نماذج من الرأي والرواية، يتكلم بداية عن أهمية علم الحديث وأهمية توثيق السنة، وأن الأمة الإسلامية تربت على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب على صاحبه النار، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذبا على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعاشت الأمة على هذا الأمر، وبين هذا الوعيد وبين الوعد بأن من يحمل هذه السنة وينقل الناس هذا العلم فهو خير ما ينقل، لأنه ينقل ما يقول به صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه تعالى: ما ينطق عن الهوى. قال: إن هو إلا وحي يوحى. فتكلم الشيخ الغزالي عن الشروط التي وضعها العلماء لصحة الحديث، وأنها وأنهم وضعوا خمسة شروط: ثلاثة شروط في السند وشرطين في المتن. السند اللي هو إيه؟ اللي بتلاقي فوق: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي، عن أبي هريرة مثلا رضي الله عنه. حد أبو هريرة ده اسمه السند. ده العلماء اشترطوا فيه ثلاثة شروط: الضبط والعدالة والاتصال. يعني ايه الضبط؟ عشان بس الناس تفهم الكلمتين دول، الناس الذين لم يدرسوا علم الحديث، ان يكون الراوي ان ينقل الحديث كما ورد. ضبط، يضبط النص، يضبط العبارات، يضبط منطوقها، ينطق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. العدالة ان يكون الراوي على خلق. لا يسمح له بنقل شيء ضعيف أو غير صحيح. فالراوي ليس لا يكون كاذبا، لا يكون فاسقا، لا يكون. هناك صفات خلقية وصفات في الضبط في العدالة، صفات خلقية وصفات بشرية. خلقية لا يكون كذابا، لا يكون فاسقا، لا يكون من أهل المعاصي التي تجرح الشهادة في هذا الأمر أو الرواية. وصفات جسدية، يكون قوي الحفظ، قوي الملاحظة، ما عندوش عيب في النطق في حرف ما إلا كان يبقى معروف، لأن ممكن لو نطق حرف معين بخطأ فيه ينقل بالخطأ، إلا أن يكون عالم معروف بهذا الخطأ ويعني ينقل أو يكتب في هذه الحالة. هذا مجمل شروط العدالة. يعني الاتصال يعني أن كل العلماء الرواة دول قابل بعضهم بعضا، بمعنى كل راوي شاف اللي روى عنه. يعني هنقول البخاري عن شيخه، البخاري شاف شيخه ولا لا؟ شيخه شاف الراوي اللي قبله ولا لا؟ الراوي اللي قبله شاف اللي قبله ولا لا وسمع منه؟ ده اللي هو الاتصال. والسند لما يذكر اذا وقعت منه راوي من الرواة على حسب الراوي، اذا نسيت، يعني مثلا قلت عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب الحسن البصري ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، لازم يكون له واسطه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام، يكون فيه صحابي. فيبقى الحسن البصري عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن اي حد بقى يكون شافه. طب لما يتقال عن الحسن البصري ده حديث مرسل، خلاص لا يحتج به مع وجوده الصحيح يعني. طيب اذا ده شروط السند، ثلاثه في الايه؟ في السند، وشرطين في المتن. المتن اللي هو ايه؟ السند قلنا من اول البخاري ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابو داود ولا ابن ماجه ولا بيت الرواه، الى الصحابي، ده اسمه السند. ما بعد الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقطتين، والقوس يفتح بتاع القول، ده اسمه المتن. اللي هو نص الحديث. وضع فيه العلماء شرطين: السلامه من الشذوذ والعله، ما يكونش شاذ ولا فيه عله. شاذ يعني ايه؟ ما يخالفش حديث اصح منه.
لأن قد يكون الحديث صحيح لكنه خالف حديثا أصح من ده، بيسموه الحديث الإيه؟ الشاذ. الشاذ. وليه نماذج يعني، مش مش مقام، مش وقت إن إحنا نقول فيه النماذج يعني. والعلة قد يكون في علة قادحة فيه. أي. النص السند صحيح ولكن المتن خالف ثابتا من ثوابت القرآن، أو خالف فهما واضحا في القرآن، أو خالف شيئا ثابتا من وقائع التاريخ الثابتة. خلاص في هذه الحالة يعتبر هذا الحديث حديثا معلولا فيه علة. تمام. خلاص. وإيش الغزالي ضرب نماذج لكده لما بين في مسألة السند وغيره، وقال إن اللي يهتم بالتصحيح والتضعيف مش علماء السند الحديث بس. دي نقطة معركة بتدور دائما. نعم. من المعني بالحكم على صحة وضعف الأحاديث؟ أي يعني الحديث اللي هم اللي بيكتشفوا الشذوذ أو العلة في الحديث، اللي هم مثلا علماء السنة بس يا شيخ عصام؟ لا، وهو ده الشيخ الغزالي بينه ووضحه إن لا. أي. إن هذه الأحاديث هي بتتناول إيه؟ يعني أنت النهاردة بتتكلم في السند، خلاص السند أعلم الناس بعلم الرجال بتوع أهل الإيه؟ الرجال وعلم نقد الأسانيد. خلاص زي الشيخ الألباني، زي الشيخ الأرناؤوط، زي الشيخ من المعاصرين يعني. يعني العادل مرشد، نعيم العرقسوسي، كله تلامذة الشيخ يعني الأرناؤوط، أو عبد القادر الأرناؤوط وحسين سليم أسد وغيره من المعاصرين من القدامى معروف، زي الإمام ابن حجر والإمام يعني عدد من الأئمة الآخرون، مثل الإمام العيني وغيرهم من العلماء الذين والرازي والنسائي وغيرهم من وأبو زرعة والإمام العراقي، دول من الناس اللي اهتموا بنقد الأسانيد. طيب هل يقف هذا العلم عند دول بس؟ لا. ده الشيخ الغزالي بيقولوا تعالوا المتن دلوقتي هو مجال رحب للنقد، المتن يشترك فيه الفقهاء والمفسرون والمحدثون وعلماء العقيدة اللي هو بيسموه علم الكلام. ليه؟ قال لأني النهاردة لما تيجي تعرض حديث بيتكلم في العقيدة، أعلم الناس بنقده في المتن هم أهل العقيدة. نعم. وضرب هو نماذج يعني لهذا النقد للمتون، وذكر بالسيدة عائشة رضي الله عنها لما نقدت بعض الأحاديث من باب المتن مش من باب السند، كحديث تعذيب الميت ببكاء أهلي. ما هي دي النقطة بقى اللي كنا عايزين نوصلها، اللي هو هل يعذب فعلا الميت ببكاء أهله عليه؟ ما هو ده بقى السيدة عائشة نقدته من باب القرآن نفسه. أيوه. إن هي إن قالت لما روي لها الحديث قالت لا، إني هذا يتعارض مع قوله تعالى. قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكافر يعذب ببكاء أهلي عليه. يعني وقالت إن الكافر يعذب ببكاء أهلي. طب حتى الكافر اختلفوا. حتى الكافر. طيب. ليه يعذب؟ هو هل ده يعني ليه يتعذب بجريد غيره؟ أيوه. فالشيخ الغزالي علل ذلك بقوله ليحملوا أوزارهم وأوزارا كمان وأوزارا مع أوزارهم، إن هم كانوا سببا في ضلال من بعدهم. أيوه. طيب سيدة عائشة ردت الحديث بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. بس مش هو الكافر كده كده بيعذب يا شيخ عصام؟ لا، إن الميت يعذب كأهل اللي هو المؤمن. أيوه تمام. وقالوا لا، الحديث سيدة عائشة ده الحديث قال إن للكافر اللي يعذب. أيوه. فلكن الخلاف فيه لا، ان الحديث ثابت عند علماء الحديث بان الميت اللي هو المؤمن المسلم يعذب ببكاء اهله. ببكاء اهله. يعني. وحاولوا هم يقولوا الحديث ان ده مقصود اللي اهله صوتوا عليه ولا بكوا، واللي هو يعني ما كانش موصي. نعم. لكن الذي اوصى لا يعاقب ولا يعذب، يبرأ من ذلك. حتى وان بكى اهله. حتى وان بكى اهله. نعم. ولكن برضه نفس الحاله السيد عائشه هنا يعني رد بالايه، وكتب في ذلك الامام الزركشي كتابه الاجابه فيما استدركته عائشة على الصحابة. نعم. سيدة عائشة استدركت عدة أحاديث على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث نبوية. نعم. الشاهد المقصود هنا أن السيدة عائشة لم يحكم أحد بجهلها، ولم يحكم أحد بكفرها. نعم. ولم يحكم أحد بفسقها مع حشاها يعني. طيب. دلالة على أن ده علم يسمح فيه. فلما هوجم الشيخ الغزالي كان من دفاع الشيخ القرضاوي عنه أن هذا ثابت عن السيدة عائشة. طب أيوة. انتوا هاجمتوا سيد محمد الغزالي، شنو محمد الغزالي حط سيد عائشة؟ ايوه. الفرق؟ لا فرق، لانه يتحدث بكلامه. نعم. طيب هنا يا شيخ عصام بس في نقطه صغيره ممكن لما الناس تسمعنا في الجزئيه دي تفكر
ان ممنوع البكاء حتى على ميت من باب الحزن، هل البكاء المقصود به بكاء السويد بقى واللطم والحاجات اللي النساء بتعملها دي، ولا البكاء اللي هو الحزن العادي والدموع اللي بتنزل؟ اللطم والبكاء الصراخ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما توفي ابنه ابراهيم. صحيح. وسيدنا عبد الرحمن عوف قال ماذا؟ قال انها رحمه. يعني الدموع دي كان عامل حزن التي تنزل لا عامل حزن اللي توفيت فيه السيده خديجه. قصدي ان في عامل حزن بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى في وفاه ابنه ابراهيم. لما توفي ابنه ابراهيم فبكى، فلما بكى سيدنا ابو محمد ساله يعني يا رسول اتبكي؟ يعني فقال انها رحمه. نعم. ان الدموع دي دموع البكاء تخفف عن الانسان مصابه وتخفف عنه ما به من الم، وانها جائزه شرعا ما لم يصدر صوت. ايوه. اللي هو بقى الصوت اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. تمام. هو ده اللي ايه؟ الذي نهى عنه الشرع. طيب تمام، ده توضيح كان مهم جدا. ايضا بعد كده في نقطه ايضا في هذا الباب وهي دائره القصاص يا شيخ حسام. يعني عندما يقول ابو حنيفه او يرى ان من قاتلنا من افراد الكفار قاتلناه، فان قتل فالى حيث القت، اما من له ذمه وعاد فقاتله يقتص منه. ده كان راي الشيخ الغزالي ايه في القصه دي يا شيخ حسام؟ هو الشيخ الغزالي استشهد بهذا في مساله النصوص التي تكون عامه في القرآن وتأتي بعض نصوص السنة تخصصها. نعم. أو تقول رأيا آخر. فمثلا هو بيستشهد أو بيفهم النص الجزئي في إطار النص الكلي. نعم. النص الجزئي يقصد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. إن المسلم لو قتل كافر يعني يدفع الدية لكن ما يقتلش به. نعم. وده رأي الجمهور، يعني مش الجمهور كلهم لكن يعني معظمهم، لكن الإمام مالك يرى أن يقتل إذا كان غيلة غدر. والإمام أبو حنيفة يرى أن يقتل به أيا كان طريقة القتل. تمام. يستدل الأحناف ورأيهم أقوى في هذا بعموم نصوص القرآن كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. والعين بالعين. فالهنا ما قالش نفس عبد ولا حر، نفس رجل ولا امرأة، نفس مسلم ولا كافر، نفس أبيض ولا أسود. تمام. ما ميزش. ما دام النص القرآني عام لم يميز، لماذا نميزه ونخصصه؟ وده اللي الشيخ قال ده أقرب إلى الإسلام الصحيح وإلى مواثيق العدالة والحقوق الدولية التي يتعامل بها الناس. فده سبب أن الشيخ الغزالي مال إلى رأي الأحناف في هذه المسألة. هو كان يقول أن حتى أن حديث الأحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة وإن صح سنده. نعم. تمام. طيب ده كان رأي أبو حنيفة. طب ليه بقى الأحناف والمالكية يعني لماذا يكره الأحناف والمالكية تحية المسجد والإمام يخطب مع ورود أيضا حديث بطلب هذه التحية اللي هي صلاة تحية المسجد؟ هو قصد بذلك الشيخ الغزالي أن هو أن الأولى هنا والأهم الاستماع للعلم. أنك لو داخل المسجد في خطبة الجمعة يكره صلاة تحية المسجد، بس الناس كلها بتعمل كده. يعني غالبية الناس بتدخل أهم حاجة يوم جاي داخل مصلي الركعتين حتى لو الإمام على المنبر. هو رأي فقهي. نعم. معتمد. أيوه. ليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك قم فصلي ركعتين. نعم. فمين اللي كان بيخطب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الشيخ الغزالي هو بين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يعني الجمعة فرضت سنة 2 هجرية، 8 سنين السنة فيها 50 جمعة أو 52، يعني عدد مش بسيط يعني. نعم. فبيقول الشيخ الغزالي يعني حوالي 400 خطبة. طب فين الخطب دي؟ لم ينقل عنها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خطبتين ثلاثة. قال لي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب في إن الصحابة بالقرآن الذي ينزل، ما كانش بيقول موضوعات. أيوه. طيب ومطلوب الناس أما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الناس تسمع وتنصت، وإذا قرأ القرآن في السماء له وأنصت. وأنصتوا لعلكم ترحمون. الخطبة وجه عام فريضة علم، آسف. أيوه. مش فريضة علم. علم. وطلب العلم فريضة. أيوه. طيب وصلاة تحية المسجد حكمها إيه؟ سنة. تمام. فإذا التقت الفريضة والسنة مين اللي يقدم؟ الفريضة. هو ده وجهة نظر الشيخ الغزالي والرأي الذي يرى كراهية تحية المسجد والإمام يخطب. نعم. الشيخ القرضاوي يعني له ترجيح في ذلك في كتاب ثقافة الداعية، يقول إن المقصود هنا إني ممكن نجمع بين الرأيين. نعم. إن اللي داخل يصلي ركعتين خفيفتين سريعة ويلحق ويدرك ما تبقى من خطبة الجمعة، ولكن الشيخ الغزالي رأيه أن لا، يعني في هذا الأمر الأصل الإنسان يستمع للخطبة ويستفيد ولا حرج أن ترك ركعتي تحية المسجد. طيب كان في بقى السيدة عائشة، وكان هناك خلاف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. هذا الحديث يعني كان فيه كده خلاف على هذا الحديث للسيدة عائشة رضي الله عنها، والخلاف أنكرت عائشة عبارة ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم، هو السيدة عائشة الشيخ الغزالي تعمد يذكر هذه النماذج عنها ليبين أن السيدة عائشة كانت صاحبة ذائقة أدبية وحديثية وعلمية تنظر بها في النصوص. فما جاز للسيدة عائشة هو يعني في حق غيرها يعني جائز. السيدة عائشة يعني أنكرت العبارة وقالت لا، إن قال ما أنتم بأعلم بما أقول لما أقول منه. إن أعلم مش أسمع. واستدلت بإني ما قالش أسمع بقوله تعالى الرواية. وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، فإن من في القبر لا يسمع. فهنا هذا ما رد به السيدة عائشة رضي الله عنها الحديث به. كل دي نماذج أصب بها الشيخ الغزالي أن الحديث قد يصح سندا ولكن يكون هناك نقد للمتن يوجه إليه. طيب، هناك أيضا خلاف وارد في حديث الذي يقول أن سيدنا موسى قد فقأ عين ملك الموت عندما جاء ليقبض روحه. يعني لو تشرح لنا بس النقطة دي يا شيخ حسان بعد إذنك. هو الحديث الشيخ الغزالي يعني نقله وورد في السنة أن النبي سيدنا موسى عليه السلام حينما جاء ملك الموت يعني سأله هل يعني مستعد للقاء ربك أو ما يعني، فتصارع ففقأ أو أراد دخل عليه، فأراد سيدنا موسى أن يعني ظنه غريبا ففقأ عينه، فعاد ملك الموت إلى ربه أن الله أنك أرسلتني لعبدي لا يحب لقاءك، فرد الله إليه عينه وعاد إليه فسأله وخيره إني ضع يدك على متن ثور ظهر طور، فبكل يد يعني إيدك غطتها لك بها عام تعيشه. تمام. فقال ماذا بعدها؟ قال الموت. قال إذن فالآن، وطلب أن يدفن على مرمى حجر من الأرض المقدسة. إن سيدنا موسى طبعا قومه رفضوا دخول الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فمات دون دخول الأرض. دخل الأرض المقدسة على يد تلميذه يوشع بن نون الذي دخل بهم الأرض المقدسة. الشاهد هنا إن شاء الله زي ما بقول لا، يعني الحديث يعني فيه علة إن ملك الموت يعني كيف قالوا بعض الناس عللوا إن لا أصل مش جاش على صورته كملك، جاء على صورة إنسان. وإن اللي فقط عند الإنسان الصورة. طيب لو الصورة كان سيدنا موسى عدلها. إنما ده معناه في فقئ عين في الرواية الموجودة. أنا ممكن أقرأ لحضرتك الحديث أهو عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، قال ثم ما؟ قال ثم تموت، قال فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. نعم، دي رواية أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هو التي ذكرتها يعني صحيح ببعض المعنى يعني في بعض العبارات. فهنا الكلام الشيخ الغزالي في إني يعني أولا ملك الموت لا يراه الإنسان عند موته، اثنين إني سيدنا موسى لطمه، والقرآن والسنة بيّنت أن يعني أحب أن العباد دائما يحبون لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فكيف بنبي وكيف برسول وكيف برسول من أولي العزم من الرسل كموسى عليه السلام، يعني بدليل حتى لما خير قال لا الآن على إذا صار يعني على الحديث نفسه. فهنا الشيخ الغزالي بيتكلم في إني لا يعني ال- 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 الكلام يتعارض مع أوصاف النبوة، وثانيا إن الملك أصبر قالوا على ملك هيئة بشر.
ومنذ متى ياتي على هيئه بشر للناس؟ هو الامام الغزالي يعني كان له حتى راي، بيقول لما سالني سائل وهو كان في الجزائر وقال له يعني عن صحه هذا الحديث، فالامام الغزالي بيقول قال له انا ضائق صدري الان. نعم. انت ده يشغلك في ايه يعني؟ لا هو قال له يعني ان يفيدك في ايه كتير. ايوه صحيح. يعني علم لن ينبني عليه عمل بالنسبه له يعني. صحيح. فهذا كان سبب نقد الشيخ الغزالي لمتن الحديث في ان هناك احاديث تحتاج الى الغربله. نعم. والنخل بموازين ومناخيل العلم الصحيح. طيب في الاخير اشخاص عصام، عشان يعني نتوقف عند هذه النقطه اللي هو نعي الموتى، هل نعي الموتى حرام؟ لا، هو طبعا هو بيتكلم في ان بعض الناس تتعامل مع السنه بفهم مصطلحاتها دون واسقاطها على مصطلحات في الواقع. يعني حديث زي نهى عن النعي، المقصود بالنعي ايه؟ اي نعي الجاهليه. ما نعي الجاهليه؟ اللي كان في التفاخر والتباهي والتعاظم بين الناس. أما النعي اللي هو إعلان وفاة ميت ليسعى في جنازته وليحمل جنازته. طب النهاردة لو مش هقول للناس في الميكروفونات ولا أكتب على وسائل التواصل الاجتماعي فلان مات والدفن في المكان الفلاني الساعة الفلانية، طب كيف سيسعى الناس في جنازته؟ من سيحمل الجنازة؟ من سيصلي عليه؟ نعم. فمعناه المقصود بالنهي عن النعي نعي الجاهلية الذي فيه التعاظم والتفاخر، لأن ده كان من عادات الجاهلية والعياذ بالله، التفاخر بين بعضهم بالمال والولد والنسب.